الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا يفوتني أيها الأحباب الكرام أن أقول إن طفلنا وفتانا وولدنا سيدي محمد يعقوبي سبق له أن شارك في مسابقة محمد السادس نصره الله الوطنية لحفظ وتجويد القرآن الكريم لسنة 2019 والفتى سيدي محمد يعقوبي يتتلمذ ويأخذ تعليم أو تعلم القرآن الكريم عن شيخه الفاضل سيدي محمد أبو شاشي بمسجد التوبة بمدينة مكناس وفقه الله تعالى ونفعنا به إن شاء الله. يا حافظ القرآن حسبك رفعة يا حافظ القرآن حسبك رفعة وفخامة ترنو بها وتصان قد حزت أطراف العظائم كلها منك الحديث لآلئ وجمان. أيها الأحباب الكرام نستمع لقراءة قارئ ماهر يطربنا بصوته الشجي إنه سعيد القاشي إمام وخطيب مسجد وأستاذ مادة القرآن الكريم تابع للمجلس العلمي المحلي بمكناس
خريج مؤسسة الإمام مالك للتعليم العتيق وخريج رابطة مجودي القرآن الكريم، فليتفضل مشكوراً.